امتدت إلى غاية 30 أبريل 2021. هذه مناسبة سنوية مهمة، هذه 13 سنة وكاين إعطاء هذه جائزة الحسن الثاني للبيئة. الأهمية ديالها هو تشجيع جميع المبادرات اللي كتقوم بها إما جمعيات وإما مقاولات وإما مؤسسات وإما أفراد للحفاظ على البيئة على جميع المستويات. هذا واحد الورش اللي خصنا كاملين نتعاونوا عليه للحفاظ باش نحافظوا على التنوع البيئي في بلادنا، على الخضرة ديالها، على الغابات، على الحيوانات، بيئة صحية في صالح الإنسان. وخصنا نقاوموا جميعا، وهذه واحد مسؤولية جماعية، نقاوموا كل الأمور اللي كتضر البيئة وكتأدي لتدهور البيئة. فهذه مناسبة سنوية مهمة جدا في هذا المجال. شكرا. منذ المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في 2017 في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة حفظه الله، يعني ازدادت دينامية بلادنا الحمد لله في كل ما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة. تطورات كبيرة على المستوى التشريعي، تطورات كبيرة على مستوى البرامج وعلى مستوى المشاريع والمخططات. وتلاحظ الحمد لله في مجال الطاقة، في مجال الماء، في مجال الفلاحة، في مجال المياه والغابات، في مجال تطهير السائل، في مجال النفايات، في مجال حماية الأوساط الطبيعية، في مجال مواجهة تلوث الهواء والتلوث الصناعي وغيرها كما قلت من المجالات اللي الحمد لله خطط فيها البلاد ديالنا خطوات جبارة. طبعا وساهم في ذلك كل المتدخلين كما تلاحظون، قطاع عام، قطاع خاص، مجتمع مدني، إعلام، باحثين، جماعات ترابية، دينامية الحمد لله جماعية، لأن موضوع البيئة وموضوع التغيرات المناخية وموضوع التنمية المستدامة هو ليس موضوعا قطاعيا وإنما هو موضوع يهم المجتمع بكامله. حتى المستقبل الآن هو مرهون بهذا التحول الأخضر، ولذلك كانت هذه الجائزة التي همت تستدعي المجالات باش فعلا نؤكد على هذه الدينامية الجماعية. كما تلاحظون بدأنا يعني كاين البحث العلمي وما أدرك ما البحث العلمي، وكاين إقبال في هذا المجال على كل ما هو أخضر، كل ما هو بيئة تنمية مستدامة. مجال الجماعة الترابية اللي هي منخرطة الآن وهي مرتبطة، الجماعة الترابية معنية بحماية المجال، معنية بتطهير السائل، معنية بالنظافة، معنية بالتشجير، معنية أيضا بالفضاءات الخضراء، معنية أيضا بالنقل الحضري، ثم أيضا في مجال المقاولة يعني والشركات، لأن هذا مفروض على الشركات، كافة الشركات، أن تتحول إلى شركات مستدامة يعني إن صح التعبير، لكي تكون أكثر تنافسية وأكثر احتراما لقضايا البيئة. ثم في مجال العمل الجمعوي، ثم أيضا في مجال الإعلام ودور الإعلام، وكنشكركم على الحضور ديالكم. الإعلام كيف يواكب؟ فإذا مجالات متعددة معنية بكل ما هو بيئة وما هو تنمية مستدامة، ولذلك كانت هذه الجائزة في نسختها 13. والحمد لله كما لاحظتم تنافس كبير جدا، اللجنة الحمد لله لجنة متنوعة أيضا، يعني لجنة متنوعة، جاءوا من قطاعات متعددة اشتغلوا. وأنا كنشكر السيد رئيس يعني اللجنة وأيضا الأخت والإخوة أعضاء هذه اللجنة للعمل اللي قاموا به. طبعا احنا الهدف من هذه الجائزة طبعا أن نرسل أولا أن نشكر كل من الذين ساهموا في الدينامية الجماعية الوطنية، ولكن أيضا أن نرسل رسالة إلى المجتمع أن قضايا البيئة قضايا مصيرية، قضايا البيئة والتنمية المستدامة قضايا مصيرية، وأن الجميع يجب أن يكون معبئا، لأنه هذه يعني مصير أجيال بكاملها. فلذلك شكرا لكم على الحضور وعلى هذه المواكبة. السلام عليكم، معكم أرحيل محمد، فونداتور دو أسولار، شركة ناشئة متخصصة في صنع أفرينة شمسية ذات جودة عالية واللي حاصلة على 3 براءات اختراع. الحمد لله اليوم خدينا لو بري حسن 2 ديال البحث العلمي والتقني، و سوي تري تري كونتون دافوار سو بري، و هاد لو بري ان شاء الله غادي يعاوننا باش نديفلوبيو البرودوي ديالنا، والبرودوي حتى هو غادي نقصوا ليه من الكود روفيان باش يوصل للكليان باقل ثمن، والثمن يكون مريح ان شاء الله.